انا عندي لبن جوز هند ولبن طبيعي، وعندي ايس كريم وعندي مانجا، بس الايس كريم ما بقاش ايس كريم، بقى كريم، فجبت ايس بقى، فبقى ايس وكريم عشان الحر اللي انتوا شايفينه ده. فهنبتدي على طول الحكايه. هحط شويه تلج، هو لازم الفرابيه يعني لازم يبقى فيه ايه، حاجه كده اهو زي سلاشي كده تبقى تقيله شويه. وهحط ده المفروض الايس كريم يا شباب، بس شفتوا الحر عمل فينا ايه. وهحط المانجا، لازم بقى ملعق ملعق. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هحط المانجا كلها لان انا لسه عندي اتنين حاجات تانية هستعملها مهمة جدا. هوبس، دي مش بحب شكلها. ده لبن عادي مش هحط منه كتير، واللبن اللي هستعمله كله هو اللبن جوز الهند، بيطلع طعمها غير طبيعي في الجمال.